نغني عالربا مصري الأصيلة ومحاسنها وإحنا ولادها وحاسنها حنزور مقامك يا حسينة هنقول ونغني عالربا في ناس بنت من ربابتها وناس شريفة برابا أهلا بحضراتكم مرة تانية. يمكن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتسير بخطى ثابتة لإعادة ولإعادة إحياء تراثنا المصري، التراث الفني المصري. أيضا هي مهتمة جدا بأنها تنشر الوعي الثقافي، تنشر وعينا وتوسع مدارك كمان الشباب بما يحدث في مصر، إنها كمان مرة أخرى تذكرنا بأهم العلماء وأهم المشروعات اللي بتحصل في مصر. ده بيحصل إزاي؟ هقول لحضراتكم. الشركة المتحدة بتستعد لطرح سكتشات رسوم المتحركة الربابة مصري، واللي بيقدم فكرة مبتكرة وهي المزج بين الغناء على الربابة والفلكلور الشعبي من ناحية، وطرح موضوعات عصرية متنوعة من ناحية أخرى. بيقدم الربابة مصري موضوعات متنوعة خلال الحلقات، على سبيل المثال حلقة حياة كريمة، حلقة اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، حلقة عن العالم الكبير أحمد زويل، كمان ده بالإضافة لحلقة بعنوان مصر في القرآن، وحلقة خاصة عن محافظة أسوان، وحلقات متنوعة عن المشروعات القومية المختلفة. بينفرد ربابة مصري بفكرة استغلال التراث طبعا في أعمال الغناء على الربابة، واللي بتعتبر جزء من التكوين الثقافي الشعبي في مصر بشكل مختلف عن طريق عناصر عصرية وهي رسوم المتحركة. ده بالإضافة لنوعية الموضوعات المطروحة خلال هذه الحلقات. كمان جدير بالذكر أنه الأغاني المقدمة خلال سكتشات ربابة مصري من أشعار الشاعر الكبير جمال بخيت، ألحان عصام دهيمة وأدهم دهيمة، كمان غناء المنشد زين محمود، والمشرف العام على إنتاج ربابة مصري هو إسلام عبد الحكيم، ومن إخراج دكتورة زينب زبزب.